حل دبان حيتو كم ذا حل دبان ذا قل كقولها ديجان كي دقم ذا بور مع وما أنت لها اللي تلفيشن كعالمي جاي بولشو أي واحد إذا ما وصل شيء قدامك حين كدقم ذا بور مع يقدم يا دقم ذا بور مع إسلام أركان أو كذا يي إنه دول بحي قدامك حين كدقم ذا بور مع أو أهار دول خاسيا هاين ودوين صدق الله واحد وشجع حل دبان حيتو هذا الكيس سي وطع إنه مشين كأي كان الماير كي ماير حين كأي هاين سيف شرعية إسلام مركان أو قدوة يسدتان مرتا مرتا ديرتو مرتا وحقبت بقلوب كيمة ما يكون واحد كل شقية شرعية أيود الجيان قلها تيجان وحنا مسنا هني كاني مركا أو بال مرة ومركا أي كيان سو أنا واحد ديني أقبض يا أقلاد يين أسكوك واحد أركتها لبدي سري مدود إنه وريتي ودخلي وسوي قلي دخلنا ما يكون في هذه الأيام وجدت أنا من سنة عصورة بدن أو ما أنت لو قلت لك قالين دك مدر لك دقاتي ينون دقاتي وحنا من سنة مركا مركا أي فلين تفش سلام تو إن أي هشط هاجيرو بحدافع أما قار اللي بعنا ذا كم ذا أما قار وسيرة ذا كم ذا أما ميرا يوكا مركا وحنا من سنة إن وحنا كنا إن اللي بدرا إن أي تهاي إنه فش المي شقديس مرك هذا يكتب على ذاتك ودون يكفيك علي واحد بدن وقت كايس ودون بدن وقاي ودون بدن مايا مايا واحد جرت سيستم كي مركي لبال مري جدي واحد جرا يعني دولات أو إنه شقيس الله وطلع علي ما شقيس واحد جرا محي هذي واحد أس واحد ما مروح اللبان ما شقيس مرك هذا يكتب تلاقي كل اللي يحيي era lugu ka iman kara kamida wadada wareegtay halbowlaha ee sheedheer marka hoos marto waa taa wareegtay halkii maxay ay dawladda oo sumulo sadar ka sameysay waxay ku dhacdaa gegada xoola wadada ka soo wareegaysa ee roonka ahayd halka beerta ina murid waa taa la gooyay waxayna ahayd 52 maanta waxa ka banaan 17 bulshada reer Boorama waxaan u dirayaa wadooyinka بركود مال درينج سدا ودده جلد رود او غير كيغي اي غوداي ودده شقال جوهر او احريريغي يدنا سي سودان برشده ري اودل وحان ودريا ودوين كو حقو بخاي خرش ادو فربدا او مانتا انتا سو غرو ديسيناي عيد كاستا هورتيدا وحان ليها يدو لخ جيره كا قبطا ان اي اما ان جاي اما مخاي هيد دغخ يار او دغان si ay ciid roob ku qabato oo maxayda wadada drainage ku usimo baabuur kuma geer ku istaagaro guys wadadan halbowraha ay la sameeyay roog waxaan arkaynaa in dhulka qaar ka ay ilaheyn drainage anaguna nugu talagalay Shucaib Maxamed kan Shucaib ga STV ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama